السلام عليكم. اليوم نتكلم على التوسعه تاع ميناء ارزيو واللي سوف تنطلق في بدايه هذه السنه، يعني على حسب التصريحات نتاع المسؤولين في يعني وزاره النقل وكذلك في وزاره الشؤون العموميه، انه فيه مشروع لتوسعه ميناء ارزيو في بدايه هذا العام، يعني هو ظن الشهر جانفي أو فيفري. وهذا المشروع يدخل في إطار برنامج يعني واسع لتوسعة موانئ كل يعني تقريب كل موانئ تاع الجزائر، منهم ميناء سكيكدا وبيجاية ووحران وميناء جنجن كذلك، ومشروع كذلك ل توسعة ميناء عنابة. كل هذه المشاريع منها ما هو قيد الإشغال ومنها ما هو مبرمج كميناء عنابة لمازال ما انطلقت الإشغال فيها. إذن هذا التوسعة هذه تخص بالخصوص الميناء نتاع أرزيو اللي المخصص المواد الصناعية، منهم جزء تاع مواد الحديد وكذلك موانئ الجزء يخص تصدير وصل المحروقات. إذن هذا هو المشروع اللي زاره والي ولاية وهران في الأسبوع الماضي، زار منطقة تاع التوسع هذه لهذا الميناء تاع أرزيو. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.